خلونا نروح دلوقتي لأسيوط، لأن فريق جامعة أسيوط حصد المركز الأول في مسابقة هاكاثون الاستدامة والتغيير المناخي، ده على مستوى الجامعات المصرية. المسابقة دي بتستهدف اكتشاف أفكار إبداعية للشباب بتسهم في خدمة المجتمع وكمان التغلب على المشكلات البيئية والتغيرات المناخية. خلونا دلوقتي ناخد الدكتور أحمد شريط عبر الهاتف، مدير عام رعاية الشباب بجامعة أسيوط، للتعرف منه على كافة التفاصيل الخاصة بهذه المسابقة. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير أستاذ أحمد، صباح الخير أستاذ هدير، إزي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، يعني في البداية ممكن حضرتك توضح لنا عدد الطلاب المشاركين في هذه المسابقة وبينتموا لأي فرق دراسية؟ هو احنا عندنا وولادنا في جامعة أسيوط عددهم كان 7 من كليات مختلفة. نعم. يعني كان أحد البنوك أعلن عن مسابقة حاجة اسمها التدريب الأخضر. هم اشتركوا مع بعض وفكروا في فكرة للشغل مع الطاقة، يعني ضد الحاجات اللي هي كلها موجودة يعني. فهم عملوا دلاب، مشروع كده تصنيع الهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة المتجددة عن طريق ألواح الطاقة الشمسية. نعم. هم دخلوا المسابقة من شهر 7 اللي فات، ثم عملوا البرزنتيشن بتاعهم، ثم عملوا المشروع عملي، ثم بعديها بدأوا يبعتوا لهم مرة ثانية في التصفيات يعني، ويعرضوا المشروع مرة ثانية لغاية ما كسبوا بالمركز الأول بفضل ربنا. طلاب بالمناسبة، طلاب جامعة أسيوط كلهم طلاب مبتكرين طول الوقت. ده أحد الفرق الطلابية اللي قدام حضراتكم على التلفزيون دلوقتي. طيب طبعا يا دكتور، يعني جامعة أسيوط كمان معروف إنها جامعة عريقة ودايما هي مخرجت للبلد أجيال كتير، ويعني دايما بيخرج منها يعني نوابغ. فعايزة أتكلم مع حضرتك مسألة إنه نتكلم مع الشباب عن تغير المناخ ويروحوا في هذا الاتجاه، هل ده جه مع استضافة مصر لكوب 27 ولا الموضوع ملوش علاقة؟ جه منين اتجاه الجامعة لده؟ لا لا حضرتك، لا ده جه من الاتجاه اللي حصل يعني بفضل ربنا المؤتمر الكبير اللي اتعمل في شرم الشيخ، قيادة سياسية يعني عملت وعي كبير للطلبة، واحنا يعني خدنا المنهج ده وقعدنا نعمل العديد من اللقاءات والمحاضرات وننوه عن ده. الحقيقه لما بدينا نشتغل في ده ونوعي ابنائنا الطلاب، هم نفسهم بداوا يفكروا وبداوا يعملوا حاجات جميله، منها المشروع اللي حضرتك اللي فاز على المركز الاول على مستوى المشروع على مستوى يا فندم. عباره عن ايه؟ هل هو حل عملي لمشكله ما حضرتك بتتكلم انه احنا نواجه التغيرات المناخيه، بنتكلم عن طاقه نظيفه، طاقه خضراء، يعني لو تقولي ايه الشكل البحثي للمشروع؟ فعلا حضرتك ببساطه هو عباره عن وحده محموله في حجم الدولاب بتصنع هيدروجين اخضر كمصدر للطاقه النظيفه المتجدده عن طريق الواح الطاقه الشمسيه. ما فيش ابسط من كده. شوفي حضرتك الفكره، مفيش ابسط من كده عشان نطلع من كل الغازات ومن كل المشكلات اللي موجوده في الجو عشان نقدر نعيش في حياه نظيفه. نعم. دكتور احمد، يمكن اثناء رئاسه مصر لقمه تغير المناخ كوب 27 تحديدا، تم توقيع 9 اتفاقيات مع صندوق مصر السيادي كانت كلها بتنصب نحو الطاقه الجديده والمتجدده وتحديدا الهيدروجين الاخضر، محور يعني هذه الاتفاقيات تحديدا، وده اللي بيتماشى مع المشروع اللي قام به طلاب جامعه اسيوط. ازاي نقدر نعظم الاستفاده من المشروع ده ونقدمه لمصر يعني او بصفتها رئيس المؤتمر حتى نهايه العام تحديدا لتعظيم الاستفاده ودر دخل اكبر يعني. احنا بالفعل يعني اداره يعني اول ما الشباب عندنا كسبوا، احنا بالفعل عملنا بيهم مؤتمر مع الاستاذ دكتور رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه لشؤون البيئه. نعم. ونائب رئيس الجامعه للتعليم والطلاب ووحده الابتكارات عندنا، بحيث ان احنا نبدا نشتغل على المشروع او على المنتج اللي هم الاولاد عملوه. اعتقد انه احد البنوك بدا يتواصل مع ابنائنا ومع الجامعه، بحيث ان المشروع ده
ياخدوه ويبدا خط انتاج ليه بشكل او باخر. نعم. لان هو حضرتك هيريح في تفاصيل كتير بالنسبه بالنسبه للاسر. يعني حضرتك الدراسه بتاعت الولاد بتقول انه يعني في السنه يعني يقدر يغطي 200 بيت بسعر 250. طب دكتور احمد ده بخصوص المؤتمر على حضرتك على مدار الحياه كلها يعني. طيب عشان نعظم الاستفاده منه بقى، ازاي يبقى في وعي اكتر للاهالي، وهل هيكون في تحركات ميدانيه ولا هتكتفوا بفقط المؤتمرات؟ بالفعل احنا عندنا في الاداره العامه لرعايه الشباب من ضمن الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها البيئه المحيطه بالنسبه لنا. وبالتالي احنا ضفنا من ضمن البرامج بتاعتنا مع القوافل الطبيه والبيطريه والفكريه، ضفنا فيها من المره اللي فاتت على طول الحاجات الخاصه بالمشروعات الكبيره اللي هي تساعد في انه نعيش كلنا ببيئه نظيفه. والى اي مدى يا دكتور شايف انه الناس هضمه الافكار دي؟ شايف انه الناس مش شايفه انه الافكار دي بعيده عنها وهي لسه مش متاثره بمساله التغيرات المناخيه لما بتنزلوا القرى والنجوع لو الطلبه بينزلوا؟ ايه اللي بيتقال؟ الى اي مدى شايف الناس متفاعلين مع مساله يعني انه بنحاول نشعر الناس ونشركهم في مساله التغيرات المناخيه والتصدي لهذه المساله؟ لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انه المشروعات اللي بتقدمها الدوله في الكره، يعني احنا نازلين على كره حياه كريمه، هم شايفين تغير كامل موجود، فمستقبليننا بشكل كويس في المشروعات الجديده. عزيز. يعني هم مصدقين لانه في ارضيه موجوده اتعملت من مؤسسه الرئاسه تخص رفع الكفاءه بتاع عندهم في الميه وفي في شغل واقعي لمتطلباتهم واحتياجاتهم. فاحنا بنتكلم معاهم فهم مصدقين ان ده هيحصل وان التغير قادم باذن الله. الشباب متاثر ازاي يا دكتور بده؟ لانه احنا بنتكلم انه دي يمكن الفئه الاكثر تاثرا بكل شيء، تغيرات مناخيه، ولو حضرتك بتتكلم عن التطوير اللي حصل في القرى، شكل التفاعل بتاع الشباب مع ما يحدث الان مع اشراكه في مثل هكذا يعني محافل ومؤتمرات، واحنا بنتكلم عن التغيرات المناخيه ده مساله تخصصيه جدا جدا جدا. شكل الشباب لو احنا بنتكلم عن اللي فاز في المسابقه، طب اللي ما فازش في المسابقه، هل عندهم طموح انهم يعني يشتغلوا في مشروعات موازيه للشكل ده؟ لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هم ده احد الفرق اللي هي فازت. لكن العديد من الفرق الطلابيه من مختلف الكليات، يعني اقول لحضرتك جهاد دي في تجاره انجلش ومع ذلك قعدت تفكر مع زمايلها عشان يصلوا للمشروع ده. منهم شباب كتير عندنا دخلوا في المسابقه بس ما نالوش الحظ يعني. وبالتالي حضرتك الافكار عندنا اداره النشاط العلمي والتكنولوجي في الاداره العامه لرعايه الشباب. نعم. ووحده الابتكارات عندنا بتساعد، ما بدينا ناخد المنتج الكبير اللي هو المؤتمر بعديه اشتغلنا عليه. عدد كبير من المشروعات من الشباب يعني بيفكروا فيه وعايزين ينفذوه. يعني في حاله جديده الشباب شغال عليها في مساله البعد عن، هم نفسهم متأثرين باللي بيحصل في البيئة. فكرة الزخم اللي حصل أو اللي كان مرتبط كمان بمؤتمر تغيرات المناخ، أعتقد ده وقت مناسب جدا اللي احنا نقدر اللي احنا نستغله ونعظم من الاستفادة من ده، وفكرة نوعي الشباب أكتر ونوعي كل بيت وكل أسرة مصرية بأهمية التغيرات المناخية والعمل على الحفاظ على 1.5 درجة مئوية اللي احنا بنقول عليها يعني. بنشكرك دكتور أحمد شريط مدير عام رعاية الشباب بجامعة أسيوط.